ومع حلول شهر رمضان المبارك يتجه المستهلكون إلى الأسواق لشراء مستلزماتهم اليومية من هذه المحال التجارية وسط عروض متنوعة وأسعار تنافسية تطرحها الأسواق التجارية في البحرين بالتعاون مع الشركات الأم. وسط عروض متنوعة وأسعار تنافسية تطرحها الأسواق بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت توجهات المستهلك تتغير مع وجود هذا الكم الهائل من المعروض، حيث أصبح يقبل عليها ليستفيد منها طيلة شهور السنة. الاستعداد للشهر الفضيل شهر رمضان، وأيضا حتى في الأيام العادية كاننا نشتري في هذه الأيام من خلال العروض الممتازة. بصراحة احنا ممكن نشتري مثلا كمية بحيث انه يجزينا او يكفينا يعني لفترة من الزمن بحيث يغطي احتياجاتنا. المشتريات مثل ما شايفين السوق والكولد ستور والمحلات هذه تنترست في الوضع الحالي لسبب وهو بسيط، ان الناس تمير حق رمضان مع يعني وجود اختلاف الأسعار وارتفاع الأسعار، فأثر كثير على الإنتاج على المشتريات، لكن بصراحة تغلبنا على هذا الشيء عن طريق العروض المقدمة من المحلات. والله العروض وايد ممتازة، العروض من تدخلين البوابة عروض يسار ويمين كلها عروض مغرية، تساعدني طبعا 25-30% من مصروفاتي سيف مسيفة يعني. شيء زين بالنسبة لي أنا كمستهلك. المتسوقون أجمعوا على رأي واحد بأن العروض الرمضانية التي تقدمها الشركات الأم تساعد وبشكل كبير على توفير بعض البضائع بأسعار مخفضة بخلاف باقي أيام السنة، ما يدفع المستهلك إلى الإقبال على شرائها. في الحقيقة موضوع العروض بالذات في شهر رمضان المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني بتخلي المقيم أو المواطن بشكل عام يستفيد ب يعني العروض الترويجية اللي بتبقى موجودة في معظم الهايبرات وما شابه ذلك. العروض دي بتلبيها لي على مدار الشهر وكمان الشهر الفضيل يعني وبعد شهر رمضان كمان، لأن بتبقى فرصة كويسة بالنسبة للفرد أو الأسرة يعني. فما شاء الله الأسواق مكتظة بالعروض، فأنا يهمني يعني مثلا أوفر احتياجاتي قبل رمضان وتكفيني رمضان واحتمال بعد رمضان. فمعظم المحلات اللي توفر البضائع تكون مستمرة العروض لين بعد رمضان مو بس رمضان. فما شاء الله البحرين في كل السوبر ماركتات متواجدة العروض. المستهلك اليوم بات أكثر وعيا في طريقة تعامله مع هذه العروض التي تحرص أسواق الهايبر ماركت في البحرين على طرحها وبشكل سنوي وبأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع الشركة الأم المصدرة لتلك البضائع. عروض استهلاكية متنوعة تخصص للشهر الكريم تقدمها مختلف المحال التجارية في البحرين، يحرص المستهلك على الاستفادة منها ويقبل على شرائها بسبب قيمتها التوفيرية الجيدة، فتمنحه بذلك قرارات شرائية متنوعة ليستفيد من هذه العروض باقي شهور السنة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.